السلام عليكم طلابي الأعزاء، طلاب قسم الحاسبات المرحلة الثانية. اليوم رح نبدي محاضرة التربية الصحية. محاضرتنا لهذا اليوم رح تتناول مفهوم التربية الصحية ومعلومات عامة عن التربية الصحية. بس قبل أن نبدأ بالمحاضرة، أحب أقدم لكم مجموعة من المفردات اللي رح نتناولها خلال هذه المادة. أهم شيء رح نتناوله خلال التربية الصحية هو مفهوم التربية الصحية، الصحة العامة، الغذاء، المسببات للأمراض، ومجموعة من الأفكار أريدكم تتعرفون عليها إن شاء الله تفيدكم بحياتكم اليومية. كذلك رح ناخذ طريقة التغذية السليمة، أمراض سوء التغذية اللي ممكن تصيبنا، اللقاحات اللي لازم ناخذها، وأهم شيء أهم شيء الإسعافات الأولية. يعني إذا واجهتك حالة أو مرض معين أو حادثة معينة، المفروض أنت تعرف شلون تتصرف وشلون تتعامل من خلال تقديم إسعافات أولية للشخص المصاب. فنبدأ بمحاضرتنا لهذا اليوم. التربية الصحية، هناك عدة تعاريف للتربية الصحية، لكن أهم التعاريف تستند على أنه هي تعديل سلوك الفرد واتجاهاته بما يتعلق بصحته. لذلك لازم إحنا نحاول أن نقدم معلومات صحية مناسبة بأسلوب تربوي مناسب. كذلك أكو يعرفوها على أنها عملية تعليم المجتمع كيف يحمي نفسه من الأمراض والمشاكل الصحية. آخرون عرفوها على ان هي عملية تغيير للأفكار. هواي أشخاص عندهم أفكار خطأ للمفاهيم الصحية، وهذه الأفكار ممكن هي بالمقابل اللي تسبب لهم المرض. كذلك عملية تزويد للمجتمع وأفراده بالخبرات اللازمة بحيث نغير اتجاهاتهم. مثل ما قلنا أكو أشخاص عندهم أفكار خطأ، لذلك نحاول من خلال التربية الصحية بأسلوب تربوي أن نقدم لهم المعلومات الصحيحة. وهذا ما صار بأزمتنا مع كورونا. اللي نحتاجه هو التثقيف والوعي الصحي، هذا اللي كان يحتاجه مجتمعنا. أيضا ممكن نعرفها على أنها عملية ترجمة للحقائق الصحية وفق أنماط سلوكية بحيث تضمن سلامة الفرد والمجتمع بس بأسلوب تربوي. يعني نقدم له المعلومة بأسلوب تربوي. ليش احنا ندرس التربية الصحية؟ شنو الفائدة من دراستها؟ سائل يسأل، يعني شنو الفائدة؟ أنا شلح استفاد من التربية الصحية؟ التربية الصحية أهم أهدافها هو أن يدرك الفرد مسؤوليته. يعني أنت مسؤول عن حياتك وحياة الآخرين، عن صحتك وصحة الآخرين، لذلك تقع عليك مسؤولية، لازم تنفذ هاي المسؤولية، ولازم تدرك شلون تحمي صحتك وتحمي الآخرين. تعديل اتجاهات وعادات وسلوكيات، هواية عندنا احنا سلوكيات خطأ في حياتنا اليومية، لذلك من أهم أهداف التربية الصحية انه نبدل هاي السلوكيات الخطأ اللي ممكن نتبعها في حياتنا اليومية. كذلك نكسب الأفراد المفاهيم الصحيحة نحو الصحة والمرض. هواية أكو خرافات وهواية أكو أفكار للتربية الصحية انه احنا هدفها العام هي تنقل الإنسان من الخرافات إلى المفهوم والحقائق الصحيحة. كذلك تزويد الأفراد بأساليب وطرق تساعدهم على الحفاظ على صحتهم، هاي أهم أهداف التربية الصحية. 5 المساهمة في نشر طرق الوقاية، اللي هي هاي احنا يمكن لمسناها في هذه الأزمة اللي مرينا بها. لذلك من أهم أهداف التربية الصحية، من أهم الأهداف اللي أنا راح أشتغل عليها، هو أعلمكم أو أساهم في نشر طرق الوقاية من أي مرض. كذلك ننتقل على من ممكن أيضا تبسيط المعلومات والحقائق. ميادين التربية الصحية، يعني أنا وين ممكن أطبق التربية الصحية؟ لمن أتوجه بالتربية؟ يعني أنا عندي مجموعة من الأفكار الصحية اللي أريد أنشرها، لمن ممكن أتوجه؟ ممكن أتوجه عن الصحة الشخصية. يعني شنو؟ يعني أوجه الناس نحو النظافة، التغذية، النوم، الراحة، كذلك الأشخاص المحيطين بي بالمنزل، يعني أبدي بشخصي ومن ثم أنتقل إلى المنزل، أتعامل مع أفراد أسرتي. ممكن بعد وين أقدر أطبقها؟ ممكن أطبقها بالمدرسة، بالكلية، بالمعهد إلى آخره، بأي مجتمع أني أتعامل معه، مع المجتمع اللي أنا دا أتعامل. يعني هسه أنا ممكن أطبقها على نفسي، ممكن أطبقها على الأشخاص اللي يحيطوني كعائلتي أو المدرسة أو المجتمع.
الآن ننتقل إلى محور آخر من محاور محاضرتنا لهذا اليوم. شنو معنى الصحة؟ يعني إحنا شلون نميز الشخص، نقول هذا الشخص عنده صحة وهذا الشخص ما عنده صحة، بمعنى إنه هذا الشخص صحيح من الناحية الجسمية النفسية إلى آخره، وهذا نقول لا والله صحته ضعيفة. شلون أقيم؟ لذلك تعريف الصحة إنه هي حالة الإنسان وخلوه من أي مرض، سواء ممكن المرض مو إلا بالجسد، ممكن يكون بالعقل، ممكن يكون من الحالة البدنية الاجتماعية. لذلك ممكن الإنسان السليم يشعر مثلاً إنه هو سليم بدنياً بس عنده مشاكل اجتماعية، هذا أيضاً من ضمن مفهوم الصحة، أو إنه عنده مشاكل مثلاً بدنية أو عقلية إلى آخره، شافاكم الله. لذلك ممكن أن نعرف مفهوم الصحة على نطاقين أو على فكرتين. أول شيء إنه الإنسان يكون خالي من الأمراض، ومن ثم إذا طبعاً بجميع حالات سواء الصحية العقلية البدنية إلى آخره، ومن ثم الشفاء من هذا المرض. هاي المفهومين الأساسية للصحة. أيضاً عرفوا البعض إنه هو علم وفن للوقاية من الأمراض، سموه فن لأن هو يهدف إلى إطالة الحياة والارتقاء، كل ما المجتمعات ترتقي كل ما الصحة معها أيضا ترتقي. لذلك العلم مهم في الصحة العامة، لذلك كل ما الإنسان اتحلى بالعلم كل ما رفع المجتمع ورفع معه الصحة العامة. كذلك عندكم تعريفات أخرى، إنه هو محور الاهتمام، تدخل الصحة في تحسين وجودة الحياة، يعني هي مو بس مجرد إنه خلو الإنسان من المرض وانتهى، لا، حتى حياته اللي تحيط به تحتاج إلى تحسين وجودة، هذا كله من خلال الوقاية خير من العلاج طبعا، هذا كله يأثر في مفهوم الصحة، يعني مو بس إنه هو خلوه من الأمراض. لذلك تعتبر الصحة العامة أحد فروع العلوم اللي ندرسها واللي لازم نبدي ننشر الوعي الصحي، يعني نحتاج حاليا إلى نشر وعي صحي في كل الميادين الاجتماعية الإنسانية إلى آخره. الصحة العامة إذا أردنا نصنفها أكو 4 مكونات للصحة العامة نحن نشتغل عليها، ألا وهي صحة البيئة، صحة الفرد الشخصية، التشخيص المبكر للأمراض، مكافحة الأمراض المعدية، تطوير الحياة الاجتماعية. ومن أجل هذا كله لازم نطور من مفهوم الصحة العامة بحيث يتمثل بال4 مجالات اللي هي الشخصية الاجتماعية البيئية والوقائية. مكونات الصحة العامة إذا ردنا نصنفها ترتبط بدراسة جسم الإنسان وتركيبه، لذلك للصحة العامة عدة مكونات. 1 الصحة البيئية. شنو معنى الصحة البيئية؟ الصحة البيئية هي كل ما يتعلق بصحة الإنسان، وهي فرع من فروع الصحة العامة، كل ما يتعلق بالإنسان وما يحيط من عناصر سواء الطبيعة، نشأته للإنسان، وأكو مصطلحات أخرى يعني أخرى ممكن يسموها الصحة العامة البيئية، الوقاية البيئية، يعني هي صحة البيئة اللي يعيش بيها الإنسان، وطبعا تشمل كافة العوامل الفيزيائية الكيميائية الأحيائية وكل ما ممكن يؤثر على صحة الإنسان. صحة الفرد، هسه احنا حكينا عن صحة البيئة اللي تحيط بالإنسان، إذا كانت هاي صحة البيئة، إذا كانت الإنسان يعيش في بيئة صحيحة، فإحنا ننتقل إلى الخطوة الثانية أو المرحلة الثانية اللي هي صحة الفرد. صحة الفرد تهتم بصحة الشخص نفسه من خلال نموه البدني الحركي، غذائه، التحاليل الطبية، العمل اللي ممكن يمارسه إلى آخره، يعني شغله هو وين يشتغل. لذلك كافة النواحي البدنية الذهنية النفسية كل ما يتعلق بصحة الفرد نفسه. الطب الوقائي، إذا هسه احنا تجاوزنا مرحلة البيئة و صحة الفرد، إذا ننتقل إلى الطب الوقائي للمجتمع، هو فرع من فروع الطب، يعني بدراسة وتطبيق سبل الوقاية من الأمراض، هذا يسموه الطب الوقائي، إنه شلون نقي مجتمعنا من الأمراض.
أحيانا يسموه بالصحة البيئية من جهة، بحيث يرتبط بالصحة البيئية من جهة وصحة الفرد من جهة، لأن الفرد هو جزء من المجتمع. لذلك دائما نحاول أن نضبط بيئة الفرد ونضبط أيضا صحته، لذلك بالمقابل اللي حيأثر على صحة الإنسان نفسه، بالمقابل اللي حيأثر على صحة مجتمعه. الطب الوقائي للفرد، الآن إذا إحنا ردنا ندرس حالة مرض معين انتشر في منطقة معينة، لذلك إحنا راح نتجه إلى 4 مكونات أساسية هي اللي تكون صحة الفرد، ومن ثم صحة بيئته، نبدي ببيئته، ومن ثم صحة الفرد، صحة المجتمع العايش به، ومن ثم الطب الوقائي للفرد. شنو معنى الطب الوقائي للفرد؟ يعني يرتبط بالطب الوقائي انه صحة البيئة والشخص والمجتمع، اذا تكاتفت هذه العوامل كلها بالمقابل راح تكون الطب الوقائي للفرد هو وقاية الشخص نفسه من استخدام الطرق السليمة للحاجات اليومية، وكذلك استخدام الأدوات واللقاحات من أجل الوقاية والعلاج. بمعنى إذا كان عندنا مرض معين كان يكون هسه كورونا، فإحنا إذا اشتغلنا على 4 مكونات هي بيئته، صحة الشخص، صحته الجسمية ممكن يتحمل المرض أو لا، وكذلك الطب الوقائي للمجتمع، نحاول نوعي المجتمع من خلال توعية الفرد. يعني الفرد بشخص مستقل كل ما يكون واعي كل ما راح يأثر على وعي وصحة مجتمعه، وبالوقاية وبالمقابل وقاية مجتمعه. لذلك مكونات الصحة العامة تعتمد على هذه الـ4 مكونات الأساسية. والآن ننتقل إلى شلون نحقق الصحة. يعني هسه عرفنا مكونات الصحة، زين شلون أحقق هذه الصحة؟ عندنا أولا إجراءات وقائية، هاي الإجراءات نقدمها قبل حدوث مرض. يعني إذا كان عندنا مرض راح نشتغل على مجموعة من الإجراءات الوقائية مثل ما طبقت الدولة حاليا. أول شيء تحاول تبعد بين المسبب النوعي وبين الإنسان السليم. مثلا إحنا هسه أول إجراء وقائي سووا حاولوا يبعدون مسبب المرض عن الإنسان. مثلا إحنا هنا ماخذين إنه إذا الإنسان عنده أو الطفل عنده كساح أو إلى آخره، يحاولون مثلا ينطوا فيتامين دي، أو إذا أكو مثلا مرض معين نحاول نبعد مسبب هذا المرض، كان يكون مثلا حيوان معين نحاول نبعد هذه الحيوانات مثلا، أو مثلا ينتقل عن طريق الملامسة مثلا المرض ما الكورونا مثلا، فنحاول نبعد الأساس اللي لح المسبب الأساسي اللي لح يسبب المرض. 2، توجيه الإجراءات نحو المسببات النوعية. يعني هسه احنا عرفنا المسبب وبعدنا، إذا انتقل شنية الإجراءات اللي احنا نتخذها. مثلا إذا أكو مثلا غليل حليب للوقاية من مرض التدرن البقري، أو تنقية مياه الشرب، أو هسه احنا التعقيم عندنا مثلا ما ناخذ شغلة إذا ما نعقمها. النقطة الثالثة تتوجه نحو الإنسان السليم، مثل الاهتمام بالتطعيم إذا أكو تطعيم معين، اهتمام بالصحة الشخصية يعني خلال هذا المرض، دائما نوجهه وأكده على النظافة. فهاي شو يسموها، هاي كلها وسائل تحقيق الصحة. 4، توجيه هذه الإجراءات نحو البيئة. يعني إذا هذا المرض يعيش في بيئة معينة فإحنا نحاول نسيطر على هذه البيئة، توجيه هذه الإجراءات نحو تحسين المستوى الاقتصادي. طبعا أكيد أيضا من الإجراءات اللي ممكن نتخذها الاكتشاف المبكر للمرض، جدا مهم جدا مهم. كل ما قدرنا نكشف المرض كل ما قللنا من خطورته ومن انتشاره. مثلا هنا إذا أنت سويت تحاليل دم لازم إذا حسيت، أو أخذ أشعة خصوصا عمال المصانع، او الكشف الدوري اسم الله والله يحفظكم عن الاورام السرطانيه. اخر شيء علاج المرض.
يتم بالمستشفيات والعيادات الخارجية إلى آخره. والتأهيل، بعد التأهيل شنو معناه؟ يقصد بالتأهيل هي الإجراءات اللي نتخذها بعد علاج الحالة، سواء إذا كانت هذه الحالة تركت عاهة أو عجز أو مخلفات مرض، فنبدي نشتغل التأهيل. مثلا بالصورة هاي المقابلة، هنا شخص خضع العملية فبدأوا تأهيل إلى بعد العملية الجراحية، يعني العملية نجحت، لكن هذا يسموه تأهيل، إنه هو يحاولون علاج الآثار اللي تركها المرض. مجالات الصحة العامة وميادينها: أولا الخدمات اللي تقدمها الإدارات الصحية سواء كانت منفردة أو مشتركة. مجال البيئة، يعني شنو معناه؟ معناه لازم يتوفر لك سكن صحي، تخطيط المدن والقرى، مياه صالحة للشرب، تصريف الفضلات، هاي شي يسموها، ومراقبة المواد الخطرة، هاي كلها يسموها صحة البيئة. مجال البيئة هاي لازم نشتغل عليه في ناحية البيئة، حماية من التلوث، مكافحة الحشرات. أما بمجال الصحة الفردية، ده نشتغل على المكونات الأربعة للصحة، اللي هو مجال البيئة، مجال صحة الفرد، شنو اللي ممكن نقدمه للشخص؟ يعني مثلا حوامل، رعاية الحوامل، رعاية الطفولة، رعاية المراهقين، رعاية المسنين، هذا نقدم مجالات الصحة الفردية. المجال العام: تغذية، تربية صحية عقلية وبدنية طبعا، والتربية البدنية، وضع القوانين الصحية والتجهيزات الطبية والصحية. فيه مجال البحوث والدراسات، نحن ناخذ البحوث العلمية، البحوث التطبيقية، والبحوث المختبرية. الخدمات اللي ممكن نقدمها اللي تساعد، اللي تكون مساعدة للصحة العامة، هي الرعاية الاجتماعية، هاي مو بالصحة، هاي مساعدة للصحة. الرعاية الصحية، رعاية الشباب، الخدمات الطبية والصحية، نقل مواصلات، والنظافة أكيد، استغلال الموارد الطبيعية. إلى هنا نأتي على نهاية محاضرتنا لهذا اليوم، يا رب تكونون استفاديتوا منها. حاولت أن أقدم لكم ملخص عن مفهوم الصحة، وماذا تعني الصحة، وشنو ممكن تقدم لنا الصحة، وليش ندرس التربية الصحية. إن شاء الله بالمحاضرات القادمة راح ندخل في صلب التربية الصحية، راح ندخل في أسباب المرض وكيف نسيطر على المرض. يا رب يكون محاضرتي فادتكم، وتكون محاضرة حلوة عجبتكم، دمتم سالمين يا ربي. أدعي لكم دائما بالصحة والسلامة. سلامي لكم.